تشهد المجتمعات حول العالم اليوم نوعا جديدا من العزلة النفسية والاجتماعية التي باتت تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي على مستخدميها، فأصبح من لا يستطيعون السخرية من الأشخاص بشكل مباشر لأي سبب كان يحصلون على فرصة أو الفرصة ذاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حدوث مواجهة بشرية واقعية واحدة بين أي شخصين. فالفيسبوك وتويتر على سبيل المثال جعلا من العلاقات بين البشر تصل إلى قدر مخيف من السطحية، حيث يمكن اليوم أن ينتهي الأمر بين أي طرفين فقط من خلال النقر على زر الحذف أو الحظر، ليمارس الشخصين بعدها كل ما يرغب فيه من سب أو شتم أو تحقير. ما الحل لهذه الحالة التي نعيشها؟ لا نعلم. عرضنا على النائب خليل عطية جملة من تعليقات وآراء المستخدمين حوله، فكيف تفاعل معها؟ دعونا نتابع. لا لفها ماشي احكيها. أكثر نائب يدعو النواب لضبط النفس. أنا مش عارف أنت كيف نائب. في نائب في مجلس بيحكي اقلع، وليش أقول له؟ ليش أقول له اقلع؟ بدي أقول له اقلع ونزلت له. صار لي 23 سنة بيخذي لي هالصورة وشرب ومرب. طيب شو يعني؟ اتق الله اتق الله اجعل لك مخرجا. لين محمود كاتبة النائب الحاضر والغائب يتقاضى 500 دينار. نعم مش يتقاضى 500، إذا قسمت الراتب على عدد الجلسات في السنة بيطلع بحدود 500 مش، وهذا بأخذه اللي بيغيب واللي بيحضر، اللي بيغيب واللي بيحضر. كلامي صحيح 100%، وأقول لك سر أكثر من 500. يلا دين الحلواني راتب النائب الأردني 3500 دينار فقط لا غير. للأمانة جد حزنتني فقط لا غير، قلت لي أنا أعطيني نص راتبك فقط لا غير والأمور طيبة. هو أنا اللي بعطي يا زين يا أمورة، هو أنا اللي بعطي، ما هو ربنا اللي بعطي، وهذا قانون حطاه الدولة، هو أنا اللي بعطي ولا ما هو أنا. مازن شكري الشطناوي، لو في واحد صيني يعطس بهالمجلس وخلصنا يا رجل. الله يسامحك على الحال، واللي بدعي عنا واللي بديش اقول اللي بطلب الناس يصيروا هيك، بديش اقول يصير فيك، لا ان شاء الله بضلك بصحتك وتضلك تعلق، بس لما تعلق تعلق بحق الله. بعدين كل المجلس والله في 60 واحد، في 60 واحد بديش اقول لك اكثر، والله محترم مواقفهم تحترم كل المجلس يعني، والله جوتها يا شطناوي. في محمد شمع والنعم محمد اقلع اقلع لفها ماشي احكيها. النائب خليل عطية داخل قبة البرلمان، كثيرون أبدوا انزعاجهم من هكذا تعبير داخل قبة البرلمان، لكنني أتفهم سياقها المنسجم مع صفقة القرن وصفقة العار. والله يا أخوي شو بدي أرد عليه؟ لا عندي صواريخ ولا عندي دبابات، قدرت أرد عليه في الإشي بقدر أرد عليه يوجعه، وحسب ما عرفت أنه في ناس وصلوا رسائل والله كانت موجعة. طارق الكيالي، بالله عليكم يا قوم، هذه الألفاظ الخادشة للحياة تصدر من نائب؟ يا أخوي صفقة قرن وبيع فلسطين وإعطاء القدس لناس مستحقوهاش، بدك إياني أظل ساكت يا رجل؟ والله ما قدرت أسكت لحالة طلعت، شو أسوي لك؟ سامحني يا سيدي إذا يعني أذى دانك. طب شو بالنسبة لك لما شرفت للسفير الأمريكي ولركوب الموجة أصبح موضة محمود بكير؟ أنا كنت ضيف عند عائلة محترمة، المعزب ما يعني سهو انه يكون بالواجب، السفير الامريكي حاضر، لو تسمع شو قلت له للسفير الامريكي، وشوف كل مواقفي في مجلس النواب، صار لي 23 سنه بيخذي لي هالصوره وشرب ومرب. طيب شو يعني شربت ايات سياسته؟ شو بدي موقف واحد اني انا مع السياسه الامريكيه، موقف واحد انسوها يا عمي، شو شغله غيرها نط عنها. لسه ضايل منذر الناطور، طبعا معروف ابو حسين خلال الفتره القادمه راح يكون مكوك، وبعد ما يفوز بالانتخابات بيختفي وعظم الله جل. والله حرام عليك يا رجل يا ناطور، اتق الله اتق الله اجعل لك مخرجا. كل عرس بتلاقيني قرص، ما فيش شغله بالمجلس اللي قالت تلاقيني فيها يا رجل، حرام عليك. من اول السنه لليوم ما شفتش انا بقول لك انه خليل عطية اكثر الناس حضور، والله ما بغيبش يا رجل. مو الحق عليك، الحق اللي انتخبك وصوت لك، اللي انتخبني معنقر انه انتخبني، وانت غيران ارجع لضميرك ولنفسك وشوف مواقفي واسأل الناس، بتشوف انه اللي صوتوني معنقرين، والعشرين ألف اللي كل مرة بجيبهم مش هبل يا محمد درويش. إز مش عارف إز إيش إز إز
انا مش عارف انت كيف نائب، في نائب في مجلس بيحكي اقلع وليش اقول له؟ واحد اجى بده يضربني يا زلمة، انا هذه برضو اقلع، الناس بيعرفوش ليش صار. هذا يزن الشمالي بقول لك انا مش عارف انت كيف نائب، في نائب في مجلس النواب بيحكي اقلع. طب انا بحكي وبحكي عن المثل، بنط زميلي مرغاض اللي انا بحبه والله يرحم ابوه صاحبي، وهو صاحبي برضه، وهو بيعرف ان انا وقفت معاه بالانتخابات كمان، نازل معاه بنفس الدائره وقفت معاه. يعني غاض انا بحكي انه مش لازم نقاطع بعض، مرغاض قاعد بقاطع فيه، هو مرغاض انتوا الكاميرا موجهه علي، مرغاض هو بقاطع فيه، فقلت له اسكت ما يرضى يسكت، ضل انتم مش سامعين صوته لانه الكاميرا مش عنده والصوت مش عنده، فانتم مش عارفين شو بيسوي. فقال لي هو اللي قال لي لا بدناش، مش كنت اطلب فيه انه مش لازم نقاطع بعض، هو قطعني وهو ترك مقعده واجى بده يضربني، وصل عندي المقاعد اللي عندي، ليش اقول له اقلع؟ بدي اقول له اقلع ونزلت له. اي واحد بده يهاجمك بدك اما تنزل له او تخليه يضربك، فبتصير هاي في المجالس. بعرف ايش خلصوا ولا لا، والله بينهم خلصوا. كل احترام، الله يعطيكم العافية. تمام؟ في ناس بتسب، في ناس بتحقر، طب يا أخي ليش؟